تفضل. في البداية لابد أن نشكر كل الأكنان الإعلامية النزيهة التي حضرت هذه الندوة الصحفية من أجل التغطية ومن أجل إعلان التضامن، وبعد حال لجنة ديال الدعم التضامن المساندة مع الأخ نجيب المصباح منظمة هذه الندوة الصحفية في هذا اليوم من أجل إبراز خلفيات الشكاية التي قدمها مقتصد نيابة وزارة الصحة العمومية ضد زميل نجيب مصباح مدير خريم 24 ومراسل صحيفة المساء. تلك الشكاية التي نعتبرها احنا شكاية كيدية بحكم انه عندما كتب الاخ مصباح حول صفقات مشبوهة بمستشفى الحسن الثاني فقد اصدر بيان حقيقة، وبيان حقيقة قد نشر في خريم 21، اذا هنا انتهى الامر، لكن ان يتم تقديم شكاية به فكنعتبرها شكاية كيدية، وخاصة انها شكاية مباشرة بدون ان تمر عبر الامن وبدون ان تمر عبر النيابة العامة. نمشيو نهار 32 نوفمبر مباشرة الى الجلسة العمومية الاولى لمحاكمة الاخ نجيب. فبطبيعة الحال حنايا داخل هذه لجنة الدعم التي اسست مؤخرا، بطبيعة الحال نعلن تضامننا المطلق والمشروط مع الاخ نجيب مصباح، ونحضر ان شاء الله يوم 32 نوفمبر على الساعة 11 صباحا لوقفة احتجاجية ضد الفساد والمفسدين وتضامنيا مع الأخ نجيب مصباح. فبالتالي باسمكم جميعا ندعو كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والتربوية والجمعوية والفنية والرياضية وكل المجتمع المدني للحضور يوم الاثنين المقبل لمحاكمة الفساد بإقليم خريبة. شكرا. لجميع الحقوقيين والسياسيين وزملاء التعليمين شكرا للاخوين اسم محمد طالبي والاخ الصديق اسم محمد التسي جمال الدالي، شكرا للسفرات، شكرا لجميع الاخوان. ففي حق انا جيت فخور حضور واحد المجموعه من الاصدقاء اللي جيت على ما شفتش يعني بحال هذه القضيه هذه حاولت على اساس القضيه ديال التلاعب القضيه ديال اعاده او الصله او التواصل من جديد. فالحقيقه كيف قلت انا جيت فخور بشكل كبير بزاف. فهذه المتابعة اعتبروها اليوم هي استخلاص واحد الدرس اللي هو درس عميق. لماذا؟ من أجل ضرورة الصمود والمقاومة. فأقول لجميع الإخوان فسأظل صامدا ومقاوما، ليس مقاوما بالسلاح أو بالسلاح الحربي، ولكن مقاوم كرأي حرية والدفاع عن قيم الوطن كل أبعادها. فمني خصيت أنا على خروج بعض المختصين الإقليم فأخطأ برشاد واحد النقطة وجيت مهمة. ففي الوقت اللي كان هو خصو يرفع الدعوة القضائية وتكون المتابعة القضائية كان النيابة العامة أنها تحاول تحرك سميتو عليه المتابعة القضائية وتبحث في الخروقات واش كاينة ولا ما كاينش. فأقول لكم الإخوان فالدليل حاضر وعندي جميع المعطيات اللي تتاكد بان هناك صفقات مشبوهه داخل القطاع الصحي بالقبيلة وداخل القطاع الصحي بالاقليم، والمختصين هو الذي يتكلف بمجموعه الاشياء اللي عندنا فيها عياده.